السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم جميعا معايا في فيديو جديد. هنعمل النهاردة مع بعض مخبوزات للمدارس، هشة جدا طرية جدا ولا أروع. نبدأ بسم الله بالمقادير. معانا كوباية لبن، كوباية زيت، كوباية ماء فاتر، بياض بيضة، معلقة خميرة، معلقة صغيرة ونص ملح، 3 معالق كبيرة سكر، من 6 لـ6.5. الكوباية المستخدمة هنا هي كوباية 200 ملي، تقدر تستخدم أي كوباية، المهم تعايل كل المقادير بكوباية واحدة. نبدأ بقى بسم الله. هنحط في بولة كبيرة كوباية لبن، كوباية زيت، كوباية ماء فاتر، بياض بيضة، كيس خميرة اللي هو ما يعادل معلقة خميرة، معلقة ونص ملح، 3 معالق كبار سكر. هنخلط المكونات كلها كويس جدا لحد ما تمتزج. هنضيف 6 كوبايات من الدقيق بالتدريج ونبدأ نعجن بإيدينا لحد ما نوصل لقوام العجينة المطلوب، تكون طرية وملساء وما بتلزقش في الإيد. هنا العجينة هتحتاج معانا كمان 1/2 كوباية دقيق، هنبدأ نضيفها بالتدريج وده بيتحدد بعد العجن. بتشوفي العجينة معاكي قوامها ايه، لان في انواع دقيق بتشرب المية وانواع دقيق ما بتشربش المية. هنحط العجينة على سطح العمل ونبدأ نعجن فيها ونضيف الدقيق بالتدريج لحد ما نوصل للقوام المطلوب. هنعجنها من حوالي من 5 دقائق ل10 دقائق. طبعا المخبوزات معروفة، كل ما تعجنيها وتخدميها في العجين اكتر كل ما تطلع طرية وهشة معاكي اكتر. كده العجينة وصلت للقوام المطلوب اللي احنا عايزينه، طرية وناعمة جدا وما بتلزقش في الايد. شايفين هي كده احتاجت 1/4 كوباية دقيق بس من 1/2 كوباية اللي احنا جبناها في الاخر، يعني كده بالظبط اخدت 6 كوبايات وربع من الدقيق. هرش الدقيق في البولة بتاعتنا ونحط العجينة ونغطيها ببلاستيك راب ونسيب العجينة تخمر. وفي هنا طريقتين للتخمير، اول طريقة انك تغطيها وتسيبيها على سطح العمل او في المطبخ يعني لمدة 50 دقيقة تقريبا علشان تخمر معاكي، او انك تسخني الفرن على درجة حرارة 160 وتطفيه. طبعا ما تحطش العجينة قبل ما تطفيه، تطفي الفرن الاول وبعدين تحط العجينة فيه، وفي الحالة دي هتسيبيها 20 دقيقة بس في الفرن. كده العجينة خمرت، هنبدأ ننزلها من البولة ونحطها على سطح العمل عشان نقطعها. هتبدأي تقطعي العجينة، ترش دقيق بسيط على سطح العمل، تكوري العجينة كويس وتحطيها عليه. طبعا اختيار الحجم بيبقى على حسب رغبتك. هنا العجينة اتقطعت حوالي 16 كورة. هنا هتبدأي تاخدي الكور بتاعتك وتفرديها على سطح العمل وتجيبي صينية عليها ورقة زبدة. ممكن تبدلي ورقة الزبدة بانك تدهني الصينية بسيط جدا بالزيت، بس يفضل في المعجنات تستخدمي ورقة زبدة. هنا هنحشي العجينة. هنا الحشوة هنا عبارة عن جبنة، انت ممكن تحشي بأي حشوة انت عايزاها، دي جبنة بيضة، ممكن تحشي بمربى او شوكولاتة او اي حاجة، بس طبعا يفضل الجبنة لان هي ما بتسحش وما بتخرجش برا العجين. هتبدأي تقفلي العجين كويس جدا من فوق وبعد كده هتحطيه على الناحية المقفولة بحيث ان هو ما يتفتحش معاكي. هنكمل الكمية بنفس الطريقة، نفرد العجينة، نحط الجبنة، تقفلي العجينة من فوق وتقلبيها على الناحية المقفولة بحيث ان هي ما تتفتحش، وهكذا.
دي الكمية اللي عملناها بالجبنة، هنسيبها ترتاح حوالي 20 دقيقة لحد ما تخمر كويس جدا، وبعد كده نبدأ نسويها. في الوقت دوت هنعمل حبة بس من غير جبنة، يعني سادة بمعنى أصح، هنفردها بنفس الطريقة ونلمها برضو ونحطها في الصينية بدون حشو. كده بعد ما خلصنا كل الكمية هنجيب دلوقتي صفار البيضة اللي احنا استخدمنا البياض بتاعها في الأول، ونحط عليها معلقتين زيت ونبدأ ندهن بيها الوش. ممكن لو ما بتحبيش البيض تدهني بشوية لبن وعليهم نص معلقة نسكافيه، وما تقلقيش ريحة النسكافيه مش هتبان خالص، بالعكس يعني هي بتدي لون أحسن شوية لأن اللون هنا طلع غامق، فالنسكافيه مع اللبن بيدي لون أفتح شوية. بعد ما تدهني الوش دلوقتي ممكن تضيفي الحبوب اللي انت بتحبيها، يعني ممكن تضيفي سمسم مثلا او حبة البركة على حسب ما بتحبي انت وولادك، وطبعا دوت بيبقى له فايدة، بيدي قيمة غذائية اعلى للمخبوزات اللي انت عاملاها. هندخلها دلوقتي الفرن على درجة حرارة 180، طبعا الفرن يكون متسخن من قبل كده، وتسيبيها لحد ما تحمر من تحت، وبعدين تحمري وشها تحت الشواية. دلوقتي بقت الكمية اللي عندنا هندهن وشها بالبيض، ونجيب شوكة ونبدأ نعمل عليها اشكال كده من فوق، ممكن تحطي برضو سمسم او حبة البركة زي ما عملنا في الاولانيين. بعد ما تطلع من الفرن هنغطي وشها بفوطة نظيفة، او ممكن تجيبي رخاصة مية وترش عليها مية بحيث ان هي هتفضل طرية. شايفين الشكل قد ايه جميل، محمرة من فوق وشكلها جميل جدا ومشهي، طرية بشكل غير عادي، قطنية جدا جدا، شايفين قد ايه طرية. وادي شكلها من جوه، ديت اللي بحشو الجبنه، شايفين قد ايه هشه جدا جدا وقطنيه جميله جدا. طبعا ممكن تشيليها في الفريزر وتطلعيها لولادك تفك يا دوبك وياخدوها معاهم المدرسه. وادي التانيه اللي هي الساده برضو بنفس الطراوه، ومن جوه جميله جدا. اتمنى يكون الفيديو بتاعنا عجبكم النهارده وتكونوا استفدتوا منه وتطبقوا المخبوزات ديت، وبالف هنا وشفا ليكم ولولادكم. لو عجبك الفيديو اتمنى تدوسي لايك وتدعميني بانك تشتركي في القناة علشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديدة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.